غلطة على استعدادهم. يعني كلام عن بابل وفالكاو ودياني وفيجولي انه دول لوحدهم بيقبضوا 14 مليون يورو رواتب، وجلطة سراي عايزة تخفض الانفاق وعايزين ينزلوا بالسقف ده شوية، وكلام كتير عن رحيلهم. ادي كورة موسليرا، عملت ايه في فريقك يا فرناندو؟ ماذا فعلت في جلطة سراي يا موسليرا؟ يبدأ المباراة بخطأ وينهي المباراة بخطأ، أخطاء كارثية للدولي الأوروغواياني، يغلط من تاني ويتسبب في هدف خامس للبي اس في ايندوفن. تفوق بالطول والعرض 5-5 على البي اس في، دي كمان بكتفه ماريو جوتزي مش براسه، خلي بالك بص 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 بكتفه مش براسه، وموسليرا متقدم عن مرمى وبيحاول، حتى جوتزا نفسه اتخض، جوتزا نفسه ماريو جوتزا ما صدقش، بص رد فعل ماريو جوتزا، موسليرا متقدم عن مرمى حاول انه يلحق الكرة فاسكنها في شباكه. مش ممكن فرناندو موسليرا واللي عمله في جلطة سراي في هذه المباراة، حارس كبير حارس قدير ومن ايام لاتسيو طبعا كان يعني افضل ايام حياته الكرويه، لكن هي ليله للنسيان لفرناندو موسليرا.